حياكم الله مشاهدينا. كرة الثلج تكبر والتصريحات الغربية وآخرها الفرنسية تلين قليلا تجاه الأسد، ليس خوفا من العسكرة الروسية كما يروج داعم الأسد، بل لفتح باب للدب الروسي الثقيل علّه ينجح بالدخول في إطار السعي الدولي لإيجاد حل سياسي، وحتى لا تكون له أعذار بأنه لن يستطيع التحرك بقيود الشروط المسبقة. لكن جوهر كل التصريحات هو رحيل الأسد، ومن عاند واستمر في ثورته 5 سنوات لن يضيره الوقت الذي استثناه كيري من حتمية الرحيل، ولا يقلقه التفاوض مع الأسد شخصيا على رحيله. فالثابت أن الشرعية التي ستمنح للأسد هي فقط على قدر التفاوض على نزعها منه، لأن الجميع أقر بأن لا دور له مستقبلا ولا دور له في الحرب على تنظيم الدولة التي كان يطرح نفسه كشريك فيها. في ملفنا الثاني، قال وليد المعلم: سنطلب المشاركة الروسية لو احتجناها. أتاه الرد بالإيجاب، ثم قال: نعم روسيا تشاركنا فعلا. ثم بدأت الصور تظهر والتصريحات عن وجود عسكري جديد روج له كحام للأسد ومدافع عن مصالح موسكو، لكن متى كانت المطارات في اللاذقية جزءا من مصالحه؟ كل هذا نناقشه بعد قليل، ابقوا معنا. وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس إن بلاده لن تطالب برحيل بشار الأسد كشرط مسبق لمحادثات السلام، لكنه أشار إلى أن الأسد هو أساس الأزمة في سوريا ولن يكون جزءا من مستقبلها. وقال مراقبون إن هذه المواقف المرنة لفرنسا وقبلها الولايات المتحدة هي رسالة إلى روسيا لكي تتولى مهمة الضغط على الأسد للتوصل لحل سياسي. من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة عن تكليف الشخصيات الأربع التي ستتولى رئاسة مجموعات العمل في سوريا وفق خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تناغم ملحوظ يمكن قراءته في المواقف الغربية حول الحل السياسي في سوريا، لا سيما العقدة الأصعب فيه مصير بشار الأسد. هذا التناغم جاء بعد زيادة التدخل العسكري الروسي في الأسابيع الأخيرة، ففرنسا التي كانت تأخذ على الدوام موقفا متشددا إن صح التعبير من الأسد ونظامه، غردت هذه المرة مع سرب التصريحات الأمريكية البريطانية. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إن بلاده لن تطالب برحيل الأسد كشرط مسبق لمحادثات السلام، وهو تصريح يحاكي تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي قال بأن بلاده لا تشترط رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وإنما عليه أن يفعل ذلك في نهاية المطاف، وهو ما حظي بقبول نظيره البريطاني فيليب هاموند الذي أومأ برأسه موافقا على ما قاله كيري. ولعل المرونة التي يبديها الغرب كما قرأها البعض هي رمي للكرة في الملعب الروسي، لا سيما بعد أن قال جون كيري إن بلاده تأمل من روسيا وإيران الضغط على الأسد للتفاوض، والتفاوض هنا ليس للوقوع مرة ثانية في حفرة جنيف 2 الفاشل بعد اختلاف رؤى المتحاورين وداعميهم على مسائل الحكومة الانتقالية وماهيتها ومن تشمل والمقصود بها تحديدا. في هذا الإطار ستتولى الأمم المتحدة هذه المسألة بعد أن أعلنت أخيرا تعيينها رؤساء 4 مجموعات عمل وفقا للخطة التي طرحها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، حيث سيتولى رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند مجموعة السلام والحماية،
بينما سيستلم السويسري نيكولاس ميشيل القضايا السياسية والقانونية، وسيقود فولكر بيريتس مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية مجموعة العمل المعنية بالشؤون العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، بينما ستترأس الدبلوماسية السويدية بيرجيتا هوليست العاني المجموعة المعنية بمواصلة الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية. أربع مجموعات يقول ديمستورا إن مهمتها مناقشة كافة الملفات وعلى رأسها ملفا الحل السياسي ومحاربة الإرهاب بالتوازي، أي الملفات ستكون الأوفر حظا في التقدم وأيها سيصل إلى النهاية أولا. هذا يعتمد ربما عما ستتمخض عنه المباحثات الغربية الروسية عسكريا وسياسيا. نناقش الموضوع مع الدكتور بشير عبد الفتاح باحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ينضم إلينا مباشرة من القاهرة، وميشيل أبي نجم كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من باريس. أرحب بكما ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد أبي نجم. طبعا هل يمكن قراءة التصريحات الفرنسية اليوم على لسان وزير الخارجية تطور أم نقلة نوعية أم أنها مجرد مناورة على الكلمات فقط؟ نعم، أعتقد أن ما صدر اليوم عن في إحدى التصريحات لوزير الخارجية الفرنسي يندرج فيمكن أن نسميه البراغماتية السياسية والدبلوماسية. في الواقع حتى الآن ما أعاق تقدم جنيف 2 هو مسألة مصير الرئيس السوري، وهذه المسألة ما زالت حتى اليوم مطروحة، وما زالت الآراء بصددها متضاربة للغاية، وهذا أمر معروف جدا لن أطيل الشرح بشأنه. اليوم هناك معطى جديد، نحن نرى أن روسيا قد جمعت في يديها الأوراق السياسية الدبلوماسية، ومنذ أسبوع وحتى الآن الورقة الأهم وهي الورقة العسكرية، ليس فقط عن طريق تأكيد على تمسكها بالنظام وبرأسه رأس النظام، وإنما بالحديث عن استعدادها للمباشرة للمشاركة الفورية في العمليات العسكرية، الأمر الذي يكشف عنه إرسال العديد من الطائرات المقاتلة والقاذفة والتجهيزات العسكرية. إذن اليوم هناك معطى سياسي دبلوماسي عسكري جديد، وأعتقد أن ما بدر عن الغربيين هو بمثابة إظهار لحسن النية تجاه روسيا من جهة، ومن جهة ثانية دفعها للعمل على الملف السياسي. والوزير فابيوس قال في مقاله في مقابلاته الصحفية اليوم، قال إنه لا يمكن أن نطلب من الأسد أن يعتذر بداية بمعنى أن يستقيل، كما أنه لا يمكن أن يطلب منا أن نقبل بقاء الأسد على رأس السلطة مهما حصل في سوريا. بكلام آخر، يسعى الغرب إلى كلام متوازن ما بين الاستقالة والبقاء على رأس السلطة. ثم أريد أن أشير إلى أن الأسبوع القادم سيكون بالغ الأهمية بالنسبة لمجموعة من الأحداث التي أعتقد أن أهمها هو اللقاء المرتقب بين الرئيسين أوباما وبوتين في الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة، ثم المؤتمر الاجتماع الذي دعا إليه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون للوزراء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي بحضوره وبحضور مندوبه ممثلي الخاص ديمستورا. إذن اليوم أعتقد أننا نلج مرحلة سياسية دبلوماسية وعسكرية جديدة، وأعتقد أن الموقف الروسي ليس إنقاذا للأسد، بل هو إنقاذ للمصالح الروسية بالدرجة الأولى في سوريا، بالنظر لأهمية موقع سوريا في استراتيجية الروسية الشاملة. إذن اليوم هناك متغيرات، وعلينا أن نرصد كيفية التفاعل ما بين الحراك السياسي الدبلوماسي من جهة، وما بين التطورات الميدانية من جهة أخرى، علما أن روسيا ترى في تعزيز حضورها العسكري بالطبع تمكين النظام السوري من الوقوف على قدميه، وتجميع الأوراق للمرحلة التي ستبدأ عندما يصل المبعوث الدولي ومعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى القول إننا أصبحنا جاهزين للذهاب إلى جنيف 3
أو إلى موسكو اثنين أو سميها كما شئت. نعم دكتور عبد الفتاح، طبعا هل يمكن اعتبار تصريحات فابيوس استمرار لتصريحات جون كيري وموافقة فيليب هاموند وقبول الوزير الإسباني، وكما تفضل السيد أبي نجم والعديد مثله فسروها على أنها مرونة تجاه دور روسي يعول عليه أو يعول عليه جلب الأسد إلى التفاوض، كيف يمكن توصيفها تحديدا؟ أعتقد أن تصريحات فابيوس تتناغم وتتماشى مع تصريحات مسؤولين غربيين تفضلت حضرتك أستاذة هاجر بالإشارة إليهم، وهي إبداء شيء من المرونة فيما يتصل بمصير الأسد وبالدور العسكري الكبير والمعمق والمتنامي لروسيا داخل سوريا، وهذان أمران صادمان في الواقع للثورة السورية ولكل من يبحث عن الديمقراطية والعدالة في الدولة السورية. الولايات المتحدة بدأت تتفاهم مع روسيا فيما يتصل بمحاربة الإرهاب وتنسيق الأدوار العسكرية، حتى إسرائيل دخلت على الخط بزيارة نتنياهو إلى موسكو والتنسيق مع بوتين من أجل مستوى الدعم العسكري وعدم وصول أسلحة استراتيجية إلى حزب الله أو عدم استفادة الأسد من أسلحة في مواجهة إسرائيل لاحقا، وتنسيق الأدوار الإيرانية والروسية في مواجهة إسرائيل، وأمريكا تنسق مع روسيا وإيران بهذا الصدد، والآن المقابل لهذا التنسيق هو القبول بدور للأسد في المرحلة الانتقالية وإنهاء ما يسمى بعدم وجود دور للأسد في هذه المرحلة أو انتهاء الدور السياسي للأسد في سوريا مستقبلا، ما يعني أن صفقات تجرى ما بين الغرب والشرق، ما بين روسيا والدول الغربية وإسرائيل لاستبقاء الأسد ومحاولة تعويمه بطريقة أو بأخرى في تحت مظلة ما يسمى بمحاربة الإرهاب. ربما اجتمعت الأطراف جميعها على محاربة الإرهاب ومحاربة داعش، على الرغم من أن روسيا ليست ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش ولم تتخذ أي إجراء على الأرض لمحاربة داعش، بل إنها دخلت بالفعل الحرب الجوية ضد الشعب السوري وبدأت تستخدم طائراتها المقاتلة والدرونز أو الطائرات بدون طيار وطائرات الاستطلاع لخدمة أهداف الأسد في قتل الشعب السوري، ولم تنخرط في الحرب ضد الإرهاب. ومن ثم أتصور أن تصريح فابيوس غير مطمئن على الإطلاق ويبعث على مزيد من التعقيد، أو أن هناك تخلي واضح عن الثورة السورية وعن الشعب السوري ونوع من التواطؤ الغربي الواضح مع روسيا وإسرائيل من أجل تعويم الأسد مجددا، حيث تلاقت مصالح هذه الدول في استبقاء الأسد. سيد أبي نجم، طبعا الشراكة التي تحدث عنها الدكتور عبد الفتاح، الشراكة التي يطمح لها الأسد، هي شراكة حقيقية كطرف في الحرب على تنظيم الدولة، هل يمكن أن يحظى بها فعلا أم أن المطروح الآن هو أن يكون شريك في التفاوض السياسي فقط على الحل في سوريا؟ نعم، في الواقع ما تسعى إليه روسيا وما طلبه الرئيس بوتين منذ عدة أسابيع عندما قال إنه من الضروري جدا أن يبنى تحالف دولي جديد، دولي أقليمي يشمل السعودية وتركيا والأردن والمعارضة السورية والنظام السوري والدول الغربية من أجل محاربة داعش. هذه الدعوة لم تقبل في أي من البلدان الغربية ولا من الدول العربية، ولعل أبرز دليل على ذلك ما قاله اليوم الوزير فابيوس في مقابلته الصحفية عندما أعلن أننا بالطبع نريد محاربة داعش وأننا فعلا نرحب بدور روسي في محاربة داعش، ولكن كيف يمكن أن نقبل أن نكون جنبا إلى جنب مع النظام السوري الذي شرد وقتل وهجر مئات الآلاف، لأن ذلك سيكون خطأ مزدوجا، ستكون غلطة أخلاقية كما قال، وستكون أيضا خطأ سياسيا. إذن اليوم هناك وضع جديد، هناك تحولين رئيسيين في نظري يتعين أن ننظر إليهما بعيدا عن النظرة لنقل الأخلاقية، هناك لأن السياسة ليس فيها في الواقع مراعاة للأخلاق وإنما هي بالأساس مصالح، وهذا لا يعني أنني أعتبرها كذلك إنما هي ينظر إليها كذلك وهذا هو واقعها. العاملان المهمان هما أولا عامل الإرهاب وثانيا عامل الهجرة وظاهرة اللاجئين السوريين إلى أوروبا بمئات الألاف.
اليوم موضوع الإرهاب في أوروبا لم يعد موضوعا نظريا. عندما يكون هناك ما لا يقل عن 3000 فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية يحاربون إلى جانب داعش أو إلى جانب النصرة، وهؤلاء يمكن أن يعودوا إلى بلادهم، وكثيرون وألاف غيرهم يمكن أن يعودوا إلى أوروبا وربما إلى أستراليا وغيرها من البلدان، هذا تهديد حقيقي لأمن المواطن الغربي الفرنسي البريطاني وأيا يكن. وهنا أريد أن أذكر بما حصل في فرنسا في بداية هذا العام عندما قتل 17 شخصا على أيدي الأخوان كواشي وأحمد كوليبالي إن في صحيفة شارلي إبدو الساخرة أو في المتجر اليهودي. نعم. أو مثلا ما حصل في القطار السريع الواصل بين أمستردام وباريس قبل 3-4 أسابيع عندما أخرج أحدهم رشاشا وأراد أن يستخدمه لقتل المسافرين. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أوروبا اليوم تعيش تحت ضغط، تحت كابوس اسمه كابوس اللجوء إليها. منظمة التعاون الأوروبي والتنمية أصدرت اليوم عددا من الإحصائيات تقول إنها تتوقع أن يصل إلى البلدان الاتحاد الأوروبي 1,000,000 لاجئ حتى نهاية هذا العام، بمعنى أنها أكبر هجرة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن هناك ما لا يقل عن 500,000 طلب لجوء إلى البلدان الأوروبية. وعندما نرى أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن التوافق بشأن 40,000 لاجئ كمرحلة أولى ثم 120,000 لاجئ كمرحلة ثانية، نرى العجز الأوروبي عن مواجهة هذه الظاهرة التي لا ترى أوروبا حلا لها إلا بأن تحل في الجذور، بمعنى إيجاد تسوية سياسية للمسائل العالقة، المسائل المتفجرة، أكان ذلك في سوريا أو كان في ذلك في العراق، ولكن حتى الآن هذه الأمور للأسف غير متوافرة، ما يبين خوف أوروبا وربما ما يدفعها إلى إعادة النظر في مواقفها المبدئية، وأهمها طلب تنحية الأسد كشرط مسبق للدخول في تسوية سياسية. نعم، التسوية والحلول نعود لنناقشها من خلال مبادرة المبعوث أو خطة المبعوث الأممي ديميستورا، وتعيين اليوم رؤساء المجموعات الأربع التي ستتولى عملية النقاش. رئيس مجموعة السلامة والحماية يان إيغلاند سياسي نرويجي، طبعا عمل في الأمم المتحدة. أيضا رئيس مجموعة القضايا السياسية والقانونية نيكولاس ميشيل. فولكلر بارتيس مجموعة الشؤون العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، ومجموعة الخدمات العامة وإعادة الأعمار بريجيتا هول ست العاني. أكثر تفاصيل عن هذه الشخصيات رؤساء المجموعات الأربعة نشاهدها مع بعض. إذن هذه الأسماء والمجموعات والمهام. طبعا دكتور بشير عبد الفتاح، هل يمكن اعتبار هذا دليل بداية فعلية للعمل الحقيقي؟ هل يمكن توقع استجابة خاصة من الأطراف المعنية؟ يعني إذا ما كان الحديث عن مسألة البداية، أي بداية بعد 5 سنوات من الصراع الدامي وبعدما قتل من الشعب السوري من قتل وهجر من هجر؟ نتحدث عن 12,000,000 لاجئ ونازح ومهجر
ونتحدث عن قرابة 300 ألف شهيد إلى جانب الجرحى وإلى جانب الدمار الذي أصاب البلاد. يعني أعتقد أن هذا التحرك جاء متأخراً بشكل كبير، ومن الصعب التعويل والرهان عليه لأسباب متعددة. إلى جانب التوقيت والتأخير هناك مشكلة. صحيح أن أولئك الشخصيات هم من خارج الدول المتورطة في المسألة السورية أو في الصراع داخل سوريا، إلا أن عمل هذه المجموعة يتطلب وقتا أطول لأنه جاء متأخرا، ومن ثم هذا يوفر فرصة للأسد ووقت للأسد لإعادة تقديم نفسه مرة أخرى للمجتمع الدولي، سواء من خلال محاربة الإرهاب بمظلة روسية إيرانية أمريكية أيضا في الآونة الأخيرة، أو بذريعة التسوية السياسية المعقدة التي لا نعلم متى تنتهي، لا سيما وأنه لا يوجد جدول زمني واضح لهذه الخطة الجديدة التي يتبناها ديمستورا. الملفت أيضا أستاذ هاجر أن ديمستورا كان يعلن قبل أيام قلائل وسط ذويه وأصحابه بأنه ينتوي تقديم استقالته ولا يريد الاستمرار في العمل بقضية ويعلم أن حلها بات مستحيلا، ويريد أن يلحق بمن سبقوه والذين اعترفوا بفشلهم وباستحالة إيجاد حل للأزمة السورية. أما وأنها ازدادت تعقيدا وبدأ المجتمع الدولي يتواطأ وبدأت تطغى حساباته المصلحية الاستراتيجية على مصلحة الشعب السوري والثورة السورية، أعتقد أن هذه التحركات جاءت متأخرة، ليس لها جدول زمني، ليست ملزمة. ديمستورا نفسه شرح للمعلم وزير خارجية الأسد وقال له أن كل ما يدور من نقاشات ومباحثات ليس ملزما على الإطلاق، وإنما هو عصف ذهني يساعد في توفير بيئة لتسوية سلمية، لكن ليس ملزما على الإطلاق للنظام السوري ولن يجبره على تنفيذ أي مخرجات. ما يعني أننا ليس لدينا آليات ملزمة لما يمكن أن تتمخض عنه أي مباحثات أو جهود دبلوماسية بهذا الخصوص. المرجعيات المتفق عليها كجنيف 1 في يونيو 2012 والقرار الأممي 2112، كل هذه المرجعيات باتت أدراج الرياح الآن، وهناك بحث عن مرجعيات جديدة مرنة وفضفاضة ومطاطية يستطيع المجتمع الدولي والأسد أن يتحايلوا عليها بذريعة محاربة الإرهاب تارة، وبذريعة الخوف من بدائل الأسد أن تكون هناك أصولية إسلامية تحل محل الأسد مرة أخرى. نعم سيد ميشيل أبي نجم، طبعا تعيين رؤساء مجموعات العمل اليوم اقتصر على الأوروبيين وتم استثناء روسيا رغم أنها طالبت سابقا بدور في هذه الخطة، كيف نفهم هذا؟ هل له رمزية معينة، دلالات؟ نعم رمزية. يبدو أن هناك مشكلة دكتور عبد الفتاح، يعني في نفس السياق استثناء روسيا تعيين رؤساء مجموعات اقتصر فقط على الأوروبيين وخاصة روسيا طالبت بدور في هذه الخطة، كيف نفهم هذا؟ أعتقد أن ديمستورا أراد أن يكتسب شيئا من المصداقية ويضفي شيئا من الصدقية على تحركاته. روسيا الآن هي طرف مباشر، طرف تتقدم بالدعم السياسي للأسد من خلال استخدام الفيتو أكثر من مرة لحمايته، أيضا تقدم له دعما عسكريا منذ البداية ودعم فني، تمخض مؤخرا عن مشاركة فعلية إلى جانب الأسد في محاربة الثوار وفي القضاء على الشعب السوري، ومن ثم روسيا لا تصلح طرفا في هذه اللجنة. كان ديمستورا حريصا على أن يكون أطرافها جميعا محايدين بحيث يكونوا من دول غير متورطة في الصراع، وهذه الدول الإسكندنافية أو الدول التي تم الاختيار منها هي دول بالفعل تبدو محايدة إلى حد كبير وليست متورطة في الصراع. هو أراد أن يجنب نفسه معارضة وتحفظ واستياء المعارضة السورية والائتلاف السوري، كون روسيا طرف مغضوب عليه الآن بعد أن باتت متورطة حتى أذنيها في الصراع إلى جانب الأسد، ومن ثم فقدت مصداقيتها كطرف محايد يمكن الرهان عليه للبحث عن تسوية سلمية. كيف تتحدث روسيا عن تسوية سلمية بينما هي تتموضع عسكريا وتقيم قواعد عسكرية وتشارك بطائرات حربية في قتل السوريين وتسوية الدولة السورية بالأرض؟ ومن ثم أعتقد أن ديمستورا حاول أن يكسب خطوة جديدة ربما تحظى بشيء من التأييد لدى المجتمع الدولي ولدى المعارضة السورية من خلال استبعاد الطرف الروسي الذي تأكلت مصداقيته تماما لدى المعارضة السورية ولدى كثير من الأطراف الدولية والإقليمية. يعني هذا بشأن استبعاد الطرف الروسي، ولكن كيف يمكن أن نقرأ بأن جميع نواب الرؤساء رؤساء مجموعات العمل كما قال ديمستورا سيكونون عرب؟
أعتقد أن ذلك سد لثغرة مهمة في تحركات المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يتعامل مع قوى دولية يعلم أن إيران طرف رئيسي وتركيا وروسيا، لكن الأطراف العربية كان يؤخذ على التحركات الدولية أنها لم تولي اهتماما كبيرا بدول الجوار العربي والدول العربية المعنية بشكل مباشر بالأزمة في سوريا. كون ديمستورا يعلن أن هناك شخصيات عربية ستكون على رأس أو تتعاون مع هذه المجموعات بطريقة أو بأخرى، هو يحاول أن يكمل هذا العمل من خلال إشراك الأطراف العربية، لا سيما وأن هناك أطراف عربية تدعم المعارضة السورية وهناك أطراف عربية معنية بشكل مباشر بما يجري في سوريا. لذلك هو أراد أن يحدث شيء من التوازن ليكون هناك أطراف عرب إلى جانب أطراف غير عربية فاعلة ومؤثرة في مسار التسوية السلمية والمقترحات والمبادرات الخاصة بإيجاد تسوية سلمية للأزمة السورية. أشكرك الدكتور بشير عبد الفتاح، باحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، كنت معي مباشرة من القاهرة. وشكرا لميشال أبي نجم، كاتب ومحلل سياسي، كان معنا من باريس وغاب عنا لخلل فني من المصدر. نذهب إلى فاصل قصير، نفتح بعده الملف الثاني من تفاصيل. ابقوا معنا.